الكريم تتشرف جمعية الأصالة لفن الملحون والموسيقى الأندلسية وفني السماع والمديح في شخص رئيسها وجميع أعضائها والمنتسبين إليها بأن تتقدم بخالص الشكر والتقدير إلى حضراتكم أيها الحضور الكريم وعبركم إلى كل من ساهم من قريب أو بعيد في رسم لوحات هذا الحفل البهيج احتفاء بعيد الاستقلال المجيد وذكرى المسيرة الخضراء المضفرة وتتويجا لنهاية الشطر الأول لبرنامج التنموي أوراش والذي انطلق تحت الرعاية السامية لقائد الأمة جلالة الملك محمد السادس نصره الله وأيده وأنعم على جلالته بنعمة الصحة والعافية. أيها الحضور الكريم، إذا كان احتفالنا اليوم تعبير عن روح المواطنة وانعكاس للبهجة التي تغمر كل المغاربة بالعيدين الوطنيين عيد الاستقلال وذكرى المسيرة الخضراء المضفرة، فهو كذلك وأعني الاحتفال مناسبة وفرصة لتكريس ثقافة الاعتراف لعدد من الفعاليات والكفاءات المتميزة بوطنيتها وتضحياتها وأكبر من هذا وذاك بصفاتها الإنسانية وحبها للخير، كما أنها وقفة لتقديم الشكر الخالص إلى شركاء الجمعية في مشروع أوراش لما قدموه من دعم ومساندة، فكانت نتيجتها النجاح الكبير الذي نحتفل به وإياكم اليوم. وأستسمحكم في تقديم كل ألوان التبريك والدعم والمساندة لأسود الأطلس الذين رفعوا رؤوسنا في كأس العالم متمنين لهم مزيدا من الانتصارات والعطاء. وختاما أجدد باسم الجمعية شكري لكل من شرفنا بالحضور وأملنا أن نرقى إلى مستوى إرضائكم، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. كان هذا التقديم من عبد ربه، ومع كلمة الجمعية يقرأها الأستاذ الصفار، فليتفضل مشكورا.